أخبار الرياضة، أهلا بكم. قرر محمد هوا رئيس مولودية وجدة تمكين المدرب الجديد للفريق فوز جمال من صلاحية واسعة لضم اللاعبين الجدد الذين قد يرغبوا في التعاقد معهم، إلى جانب تسريح الأسماء التي لا يقتنع بمؤهلاتها. وبحسب مصدر مقرب من النادي، فإن أول المرشحين للمغادرة هو اللاعب الموريتاني عبد البا الذي لم يوفق في تقديم أداء قوي مع سندباد الشرق حتى الآن. وكانت صفحة المدرب السابق للفريق عبد الموادو قد طويت بالكامل بعد سفره صوب فرنسا، لكنه أحال ملفه لمحامه الخاص لتقديم شكوى ضد إدارة مولودية وجدة بدعوى أنه تعرض لإقالة تعسفية من منصبه دون الحصول على مستحقاته الكاملة. يذكر أن مولودية وجدة يحتل المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري المغربي للمحترفين برصيد نقطة واحدة من 5 مباريات. إلى اللقاء.